بالعودة إلى ملف النشرة الأول، ينضم إلينا الآن الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهدالي. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. إذن أهلا وسهلا. نعم، إذن انهيار تاريخي، هكذا عنونت الصحف المحلية والعالمية، انهيار تاريخي لأسعار النفط. حتى يفهم المشاهد ما الذي حدث، هل تضعنا في صورة لماذا تطورت الأحداث إلى هذا الحد؟ وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة. أولا الحقيقة الـ هذا الأمر متوقع، يعني ليس من اليوم بل منذ سنوات متوقع أنه في عام 2020 سيشهد أزمة اقتصادية كبيرة ستؤدي إلى انهيار أسعار النفط، وهذا من خلال متابعة سجل تاريخ النفط من عام 1973 إلى اليوم، يعني كل 4-5 سنوات ممكن يتعرض إلى مثل هذه النكسات. الأمر اللي عقد هذه الأزمة هي جائحة كورونا اللي عطلت كل القطاعات الاقتصادية، يعني اليوم قطاع النقل متوقف سواء كان البري البحري الجوي، والمصانع كلها متوقفة. قطاع النقل لوحده يستهلك حوالي 70% من الطاقة في العالم، إضافة إلى المعامل والمصانع، اليوم متوقفة صار لها أكثر من شهر. فبالتالي انه ماكو سحب على النفط وعلى المشتقات النفطيه. اليوم المصافي الخزانات مليئه بالوقود بالنفط الخام، والمستودعات مليئه بالمشتقات النفطيه، ولا يوجد هناك تصريف. الامر الاخر انه لا يوجد افق لانفراج ازمه كورونا، يعني كم من الوقت نحتاج حتى نقضي على هذه الجائحه، يعني اسبوع، شهر، 3 أشهر، 6 أشهر. لحد هذه اللحظه لم تظهر هناك علامات لقضاء على الفيروس، ولذلك كل الدول سعت الى استمرار الحظر الصحي في كل المناطق. هذا بالتالي انعكس على الطلب العالمي. الطلب العالمي اصلا كان سابقا يعاني من فائض بحدود 4 مليون برميل بالاسواق الاجله، ليس باسواق الورقيه مثل ما حصل يوم امس بالاسواق النفط غرب تكساس. اليوم احنا بدنا نتحدث الربع الثاني من عام 2020 اللي هو من شهر الرابع الى نهايه شهر حزيران، سيكون هناك فائض في الطلب، يعني سينخفض الطلب من 90 الى 70 مليون برميل، فهذا الرقم كبير مع استمرار الانتاج باقي على مستوى اللي هو بحدود 100 مليون برميل. نعم نعم، هذا على الرغم من الاتفاق الجديد بين المملكه العربيه السعوديه وروسيا بتخفيض الانتاج، يعني هذا لن يحل الازمه بالقريب العاجل برايك. احنا المشكله الاتفاق اوبك بلس كان يتحدث على انه سيبدا نفاذ هذا الاتفاق من 1/5 اعتبارا من 1/5. احنا المشكله اصلا شهر نيسان هو يعاني من تخمه في المعروض النفطي. طيب. لذلك الانخفاض اللي حصل اذا تسمحي لي خلال هذه 20 يوم من شهر نيسان هو ده يعالج فقط ال 10 ملايين السابقه، احنا اليوم ده نتحدث عن 30 مليون الفائض العرض عن الطلب. نعم سيد عبد الرحمن، لا يمكن فصل ما يجري عند العراق، خصوصا وأن العراق بلد نفطي بالدرجة الأولى. كيف يمكن للعراق أن يتجنب التكاليف الباهظة لهذا الانهيار التاريخي في أسعار النفط؟ العراق هو جزء من المنظومة النفطية العالمية، لا يمكن أن يتخلى عن هذا الدور، وبالتالي هو عليه أن يتعامل مع المعطيات الحالية. ينخفض سعر النفط عليه أن يبيع بالسعر المنخفض، يرتفع سعر النفط أيضا، لكن الحكمة الاقتصادية تقول أنه في حالة ارتفاع الأسعار يفترض أن يثبت سعر معقول في الموازنة العامة، وما يفيض عن هذه الإيرادات يتحول إلى صناديق سيادية ممكن استثمارها بالأزمات مثل ما حصل بالسعودية، بالبحرين، بالجزائر ودول أخرى. احنا المشكله كل الايرادات التي تاتى تذهب مباشره الى النفقات التشغيليه. خلال عام 2020 انا اعتقد انه حتى تصريحات اليوم اللجنه النيابيه غير موفقه انه الرواتب تكفي للشهر السادس وما بعد السادس، يعني مشكله. لا، انا اعتقد انه هناك جمله من الحلول الاقتصاديه اللي ممكن الاستعانه بها، ولا ازال انا مصر على رايي واتمنى ان اكون خاطئ، هذه الازمه هي ليست اشد من ازمه عام 2014. نعم سيد عبد الرحمن، هل تعتقد ان هناك كان تقصير من قبل اللجنه البرلمانيه الخاصه بشؤون النفط؟ هل كان هناك حلول يمكن طرقها من اجل تجنيب هذه التكاليف العاليه؟ المشكله الخلل ليس فقط في هذه اللجنه او في كل الحكومات بعد 2003، يعني لم تتخذ وتعمل بحكمة في التعامل مع المتغيرات النفطية، وكأنه أسعار دائما في ارتفاعات مستمرة. لم تعيد بناء الاقتصاد رغم أنه كثير من الاستراتيجيات وضعت وكثير من الدراسات كتبت حول هذا الموضوع، لكن الحقيقة لم يكونوا مستمعين لنا، بالإضافة إلى أنه معظم المستشارين الذين يعملون في مفاصل الدولة العراقية المهمة هم من غير الاختصاص ومن غير الاقتصاديين، دائما من تخصصات أخرى. نعم نعم.
الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الرحمن المشهداني، كنت معنا من بغداد، أشكرك جزيل الشكر.